الكتابه المحليه ديال قنيطره الموضوع ديالو اساسا هو دور المراه في تحديات البناء الديمقراطي. طبعا بناء ديال الديمقراطيه والعمل على تطوير وتجاوز مرحله ديال الانتقال الديمقراطي هو عمل نساء والرجال، دور النساء والرجال، ولكن اكيد كاينه خصوصيات نسائيه اللي كتطلب اننا نناقشوه من زاويه ومن الرؤيه النسائيه، لان سنوات طويله كان يتم الحديث على الديمقراطيه بمعزل عن التمثيليه السياسيه للنساء وبمعزل عن النساء على اعتبار انها ليست هي الاولويه الان، في حين اننا كنعتبر بان المدخل من المداخل الاساسيه للبناء الديمقراطي في البلاد هو تواجد النساء والنضال من اجل حقوق النساء. لا يمكن عزل حقوق النساء عن الديمقراطيه، وبالمثل لا يمكن ان تتطور الديمقراطيه دون تواجد تمثيلية وازنة للنساء ودون انخراط النساء الفعلي في البناء ديال الديمقراطية في بلادنا. حنا التمثيلية السياسية للنساء بحزب العدالة والتنمية عنده إيمان حقيقي بالفعل ديال المرأة في العملية السياسية سواء الحزبية الداخلية أو الخارجية. هذا لا ينفي أننا حنا جزء، الحزب ديالنا جزء من البنيان المجتمعي عموما الذي مازال كيتعامل بواحد التحفظ مع بالمشاركة السياسية للنساء. التشكيلة ديال الحكومة وهذا أمر دائما يثار. حنا كحزب العدالة والتنمية اللي بين قوسين كيسم استدعاء بأنه مرجعيته المحافظة إلى غير ذلك، قدمنا وزيرة في الحكومة الأولى وقدمنا كاتبتي دولة وقبل كانت وزيرة منتدبة. لكن هناك أحزاب اللي كتقول بالمرجعية ديالها التقدمية وغيرها هي اللي ما قدمتش وزيرات في وزيرات اللي ممكن يرفعوا من التمثيلية السياسية للنساء. وكنعتقد أن هذا نضال كيسمو على الاصطفافات الإيديولوجية والتخندق الحزبي الضيق، النضال من أجل تمكين المرأة المغربية السياسي ويفوق وفوق أي اصطفاف حزبي. هذا نضال جميع المغربيات وجميع المناضلات الحزبيات ومناضلات الحركة النسائية بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي. المرجعية ديال حزب العدالة والتنمية هي محددة وفق الأطروحات ديال المؤتمر السادس ولا السابع ولا الورقة المرجعية المؤخرة اللي أصدرناها. ما يمكنش نغيروا المرجعيه ديالنا نقولوا بان غيرناها ولا سيغير، نطور الاليات ديالنا. هذا الشغل قاد نغيروا فيه بعض الامور وفق المستجدات، ولكن قضيه المراه دائما كانت مركزيه في حزب العداله والتنميه. انا هنا غنبغي غير نسير واحد المساله اساسيه، هو ان من الاشكالات اللي كنعتبرها اشكالات ديال قضيه المراه والمازق اللي تحطت في قضيه المراه هو التقاطب الايديولوجي، واللي ولينا كنعتبروا اما انك تبنى واحد الرؤيه معينه لقضيه المراه فانت معي، الا ما تبنيتيهاش وتبنيتي واحد الرؤيه اللي من داخل المرجعيه الاسلاميه، لان المرجعيه الاسلاميه ماشي وسم سلبي. راه للاسف ان ولينا كنهضروا على المرجعيه الاسلاميه وكانها وسم سلبي حينما تتبناها في قضايا المراه. المرجعيه الاسلاميه هي متطوره في قضايا المراه. كنقول حنا اللي متخلفين في اللحاق بالمرجعيه الاسلاميه. الى رجعنا غير الاجتهادات ديال المغاربه، الفقهاء المغاربه في الغرب الاسلامي فيما يتعلق بالمراه فهي متطوره جدا. كنعطينا دائما نموذج غير ديال عقد الزواج. عقد الزواج حنا دابا عندنا وكانه عقد إدعان بمدونه الاسره ديال 2004 وكانه عقد إدعان بين المراه والرجل. حتى ديك الماده 49 اللي درناها ما استطعناش اننا فعلا نطبقوها بالشكل السليم لان العقليات مازال. في حين من كتشوفي عقود الزواج ديال الامهات ديالنا وجداتنا هذه شحال كتلقاها عقود متطوره في الاشتراطات على الرجل وفي الضمان الحقوق ديالها الى غير ذلك. فبالتالي واسم حزب العداله والمرجعيه الاسلاميه وبالتالي فهو متخلف في نظرتي للمراه، هذا واسم زعما كاين بالنسبه لي خاطئ. وكنعتقد ان قضيه المراه هي كباقي القضايا، ما خصناش نخنقوها في واحد الصراع ايديولوجي، هي تحتمل الراي والرايين والموقف والموقفين، وخصنا غير الانصات المكونات كلها خصها تنصت وما يبقاش هذا الوسم هذا من طرف الصحافه. بالعكس خصكم تبينوا بان العداله والتنميه من ناحيه عدد النساء، حزب العداله والتنميه هو اكبر عدد النساء اللي مترأسين المقاطعات. حزب العداله والتنميه اكبر عدد النساء البرلمانيات اللي عنده، عنده نساء في الامانه العامه، كاين النساء اللي رئيسات لجان في المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه. نسبه النساء في المجلس الوطني ديال حزب العداله والتنميه تفوق بكثير النسبه المحدده في القانون التنظيمي للاحزاب السياسيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.